صحة حديث عن أنس قال: ما بعثني رسول الله في حاجة لم تتهيأ إلا قال لو قضي كان. لا يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال. حكم الزوجة اللي بتكره جوزها، مش يعني مش تحبه بس مجبرت ليه عشان خاطر البيت والعيال. أنا كده أقسم إن أنا بكرهه لأنه أذاني كتير وظلمني كتير وربنا يخليه ويولع. لا يعني هل تؤدي له حقه ام ان الكراهيه في النفس فقط؟ لا والله العظيم كل حقوق ياخذها، والله اعلم خلاص. يعني ربنا هو اللي اعلم، بس انا من جواك خلاص ده من جواك ما عليكيش مشكله. لان تجاوز عليا وتجاوز ومشكله، انا مؤمنه ان ده خلاص خلاص جدا كان ميل كل الميل يا شيخنا. طب خلاص اصبري يا عز بالله مش طرجيه. خلاص لا اثم عليك اذا كانت الكراهيه في القلب، هذا امر لا تملكيه، لكن إذا كنت تؤدين له حقه فلا إثم عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بركة يا شيخنا. الحمد لله. ربنا يفتح عليك يا مولانا. يا رب. كنت عايز استفسر استفسار صغير كده زيادة. تفضل. ايوه في السعوديه. ايوه فمعظم الشباب هنا والجماعه دي بينتظروا الامام يسلم ويعملوا جماعه ثانيه. فهل الافضل ان انا ادرك مع الامام التحيات حتى لو مش هيدرك ركعه ولا انتظر الجماعه الثانيه؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. فالذي ندركه مع الإمام نتابع الإمام عليه. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فهو في المواقيت ليس في فضيلة الجماعة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا رب تكون بصحة وسلامة إن شاء الله. الحمد لله، الله يسلمك. أنا بس يعني طالب من حضرتك دعوة بالشفاء. أسأل الله أن يعافيك. الله يعافيك، الله يعافيك، الله يعافيك. الله يخليك يا شيخ. الله يعافيك. السلام عليكم. الله يعافيك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. اسمعك يا شيخ، انا بحبك في الله خالص انت والشيخ ابو اسحاق الحويني، ونفسي ان ربنا يوم في الجنه يجمعني بيكم. هل انا لما ادعي كده، هل انا لما نفست، هل لو دعيت الدعوه دي حرام ولا حلال ولا ايه؟ الله يسكن نواياك الفردوس يا اختي، بارك الله. انا والله يا شيخ احبكم في الله انت والشيخ ابو اسحاق، ولما اشوفكم يعني احس ان فيكم ريحه من نجوم الجنه. الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لنا ولكم. دلوقتي يا سيدنا الشيخ، يعني انا دلوقتي انا امي متوفيه ويقال وامي صالح يدعو لها. هل انا لو كنت على معصيه وربنا هداني وسد لي ان ربنا يقبل لي دعوتي ان انا ان انا ادعو الامي؟ ربنا كريم، ربنا كريم، ربنا كريم. استمري في الدعاء وربنا لن يضيع اجر من احسن عمله. طيب يا شيخ، وانا نايمه على السرير قبل ما ادخل في النوم، انا بذكر بس ما بطلعش صوتي اثناء الذكر، هل يقبل لي ولا ما يقبلش؟ لا طلعي صوتك، لان في هذا يقبل بس ذكري في النفس. عندنا حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملئ ذكرته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله. تفضل. الله يبارك لك. استفسار بسيط ممكن؟ تفضل. انا عندي رصيد في البنك مبلغ حطه كشهادة الاستثمار حوالي 1,000,000 جنيه وبيجي لي عائد كل شهر منه. ما مشكلة، هذا حرام. هذا حرام؟ اي نعم. شهادة استثمار هذا حرام؟ نعم. السلام عليكم. الله ينجينا وإياكم ويقنعنا بالحلال عن الحرام، اللهم آمين يا رب. أشفاك الله وعافاك يا المسجد الأقصى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، يعني عندي ثلاث أسئلة، يعني أرجو يمهني بارك الله فيك. السؤال الأول، يعني شخص قال لابنه وهو مميز: أخبر أمك أنني طلقتها بيني وبين ربي، فهل هذا يعد تطليقا؟ يعد تطليقا. نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخنا، بالنسبه للشرك، يعني شخص فسخ خطبته، يعني فسخ الخطبه من جهته هو، فهل يستحق ما اعطاه لخطيبته من شبكه ام لا يستحق؟ الشبكه عندنا في العرف المصري من الصداق، فلو ترك الخطوبه يأخذ الشبكة، إلا إذا كانوا غرموا له غرامات يأخذون من الشبكة قدر الغرامات ويعطونه الباقي. نعم. السؤال الثالث أخيرا، يعني بالنسبة للذهب، يعني لو شخص اشترى ذهبا ثم قال لإباع الذهب يعني سأعطيك المبلغ بعد أيام، فهل هذه عملية جائزة؟ لا يجوز، لا يجوز شراء الذهب بالآجل. نعم. السلام عليكم. يا أنيسة، أشكرك يا أختي أنيسة، بارك الله فيك وشفاك الله يا محمد رفعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. أنا أحبك في الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا. الله يكرمك ويبارك في صحتك. اتفضل. عندي استفسار صغير. اتفضل. أنا دلوقتي بشتري شقة، وفي شركة متخصصة بتشتري شقق بتزود عليا 14% من قيمة القيمة بتاعت الشقة. يعني ما صورة العقد بينك وبين الشركة التي ستشتري منها؟ إن الشقة دي أنا هشتريها من مقاول عادي خالص، الشقة صيانة عاملة 600,000. أيوه. هما هيزودوا على 600,000 دول من 12% ل 14%. هما يدخلوا يشتروا نيابة عنك ويعطونك الشقة مع الزيادة؟ هذا ربا، واضح انه ربا. الله يسلمك. السلام عليكم. مشكورة أخت أمل البعل، بارك الله فيكم، شكر الله لكم أخت حنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا ستعمل في منظمة الأمم المتحدة؟ ما عملك؟ ما طبيعة عملك؟ طبيعة العمل مراقب لكتابة تقارير على بيحصل في المنطقة نفسها. هل في عملك إضرار بأهل الإسلام؟ هو مش إضرار بأهل الإسلام، هو طبيعة عمل الأمم المتحدة، يعني الباطن بتاعه احتلال مقنن. لا، أنا بسأل سؤال، يعني أنا ما أعرف طبيعة العمل لأنك ألمس به مني. إذا كان في عملك إضرار بأهل الإسلام لا يجوز لك أن تضر بأهل الإسلام. الله يوفقك. السلام عليكم وحفظك الله يا ياسر، حبك الله يا أحمد بن عبد الحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. 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 تفضل يا اخي. شيخنا العزيز. تفضل. وياك. تفضل. شيخنا، بعض الناس بيردوا على حوار المقاطعة بيقولوا ان في بعض المسلمين هيتبروا من الكلام ده. الغالب ان المتضرر، اغلب المتضررين هم الكفار. فاحنا نبني على الاغلب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. حكم الدراسة في كلية الشرع القانون يا شيخ؟ لا بأس إذا كنت تريد نصرة دينك بهذا. السلام عليكم. حبك الله يا أبا أحمد. أشكرك يا أخ ناصر ولك بمثل. سلمك الله يا أخ سامع. وإياك يا أخ عماد الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن حضرتك تفسر لي رؤيا للوقت رأتها؟ لا التفسير هذا ليس مقام رؤى وأحلام. ماشي ولك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أسأل حضرتك سؤال بس يا شيخ. إمام مسجد أثناء وهو بيصلي يعني وأنا بصلي وراه أثناء القراءة قراءة القرآن في الصلاة بيهتز جامد يعني بيبقى رايح جاي. أيه. حضرتك عارف مثلا إيه لما أيه فاهم فاهم في حركة كده الناس معتادة عليها الناس هتقرأ القرآن تلاقيه بيهتز جامد يعني. لدرجة أن هو تقريبا ما فيش ثانية ما بيهتزش فيها يعني فماذا صحة الصلاة خلص. الصلاة صحيحة. نعم؟ الصلاة صحيحة لا تبطل يعني هو لا يستطيع منع نفسه هو تربى على هذا كان يمشي وراء صاحب الكتاب ويقول والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصالحين ولقول فصل ويمشي طول الطريق وراء شيخه يقول هذا فأصبح جبلة عنده يعني ما يستطيع أن يمتنع منها فمثل هذا الصلاة صحيحة. لك أصل يعني كنت فتوى للشيخ العثيمين بيقول إن لو أنت نظرت اللي بيصلي ده وحسيت إن هو دي مش هيئة صلاة لا 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 حركة فتبطل صلاته فهو تقريبا الحركة دي يعني بس انتبه ما توترش إن شاء الله في الصلاة. انتبه انتبه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا يقول أن من اهتز بالقراءة صلاته تبطل ما علمت له فتوى بهذا ولا منهجه يقتضي هذا الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الله يسلمك. بارك الله فيك وفيك الله بيك. والله يحبك بالله يا شيخنا جدا. أحبك الله والذي أحببتنا فيه بلك والله عما خرج الله وإياكم. تفضل. السؤال الاولاني كيف نطلب العلم في عدم فتح المساجد انا طلبت العلم وهذا من ده على النت يعني فهل الواحد يتوجه لبعض دروس الفقه مثلا كل المذاهب ام مذهب واحد؟ لا والله اذا كان في فقه ينبني على الدراسه المقارنه فهو افضل افضل يعني فقه الدليل. فتملك يا شيخنا يعني دلوقتي في الاحداث اللي بتحصل في العالم الاسلامي من منفرات لامه محمد وشده نرجو منك بس ان تبشرنا بحضرة الله صلى الله عليه وسلم بالتمكين لهذه الامه مره ثانيه. والله يا شيخ الله يقول ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. يعني الحمد لله دائما الايام دول وتلك الايام يداولها بين الناس فدائما وابدا يبتلي الله العباد يعلم من الثابت منه على دينه ومن الذي ينتكس. اوامر الله فاطمئن هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. السلام عليكم. ايمان وعافاك الله يا اختي ايمان ولك بمثل يا اختي حنان. جزاكم الله خيرا جميعا يا اخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا يا سيدنا الشيخ متزوجة من 10 سنوات. نعم. بعد الزواج بثلاث شهور لغاية التاريخ الآن أنا كل يوم جاتي دي في المنام كوابيس. كل يوم بانتظام نمت بالنهار نمت بالليل كوابيس. أتوضأ قبل النوم أقرأ قرآن كوابيس كوابيس كوابيس. أنا لم ألجأ إلا لطريق طريق الله سبحانه وتعالى. دلوقتي يا سيدنا الشيخ انت شور علي يعني انا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد الصلاة والسلام. بعد السؤال عن الكوابيس والبحث فيها وجد ان لها اسباب قد تكون امور من الشيطان فهذه تحتاج الى تعوذات وان ترقي نفسك بالمعوذات مع سورة قل هو الله احد
المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد، وتمسحي رأسك ثلاث مرات مع الإكثار من ذكر الله. ثانيا، قد تكون هذه الكوابيس بناء على مرض طبي، وقد أفادني الأطباء أن المختصون بذلك أن لها عدة أسباب في الطب غير المتعلق بالشيطان وبالوساوسه. فمن الممكن أيضا ما دام العمل مستمرا وما دامت الكوابيس مستمرة أن تعرضي نفسك على طبيبة مختصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الحمد لله، اتفضل. الله يسلمك. حضرتك أنا عندي محل في بضاعة، يعني كل يوم بيجي بضاعة بتطلع بضاعة، يعني محل إزدار، يعني بيبقى عليه زكاة، البضاعة عليها زكاة. أنت تقيم البضاعة التي تملكها على رأس الحول، يعني الوقت اللي بتخرج فيه زكاة سنويا، تقاوم البضاعة التي عندك، تقاوم أقيم البضاعة اللي في المحل. نعم، بسعر الجملة، بسعر الذي اشتريته. بالسعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة، بالسعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة. سعر البيع ولا سعر الشراء؟ لا، بالسعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة. افترض أن هي السلعة بألف لكن لا تباع، فإذا قلت بخمسمائة بيعت، أربط الزكاة على الخمسمائة. يعني قيم من البضاعة اللي عندي في المحل في خلال الزكاة. بالسعر الذي إذا أعلن بيعت السلعة. أظن كلام مفهوم. السلام عليكم. الأخ يوسف مجيد يشير بإشارة طيبة يا عبد الرحمن أن يكون مثل هذا المجلس بالضبط مصحوبا بدرس، يعني ليس هو المجلس نفسه هذا لكن على شاكلته مصحوبا بدرس نشرح فيه البخاري، نشرح فيه مسلم، نشرح فيه أي كتاب من كتب السنن، والإخوة يوجهوا أسئلتهم بعد كل حديث. ففكر في هذه الفكرة، الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة وأفدنا. السلام عليكم. وعليكم في العقيدة. تفضل. عليك. الله يبارك فيك، تفضل. عم الشيخ لو سمحت، دلوقتي انا حافظ مثلا كم جزء من القرآن، لو انا قعدت اقرا عليه يعني بقرا الورد بتاعي اني بعيد فيه اني براجع منه، ينفع ولا لازم مثلا عشان اقرا القرآن ابدا من سورة البقرة للناس، ولا اضل على الورد هذا اني براجع لاني بحفظه بس ما ببداش من اول المصحف؟ كل جائز، لكن من ناحية الترتيب قد يكون المصحف أفضل، قد يكون ترتيب المصحف أفضل حتى لا تنسى، ولا لكن كل جائز. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله محمد، بس نختار الوقت المناسب بإذن الله وننظر ما المناسب بإذن الله إذا أحيانا الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان شيخنا معذرة يعني في أقل من دقيقة، كان بعض العلماء في الأول الأخيرة طرحوا مسألة الذهب، يعني قالوا الذهب في هذه الأيام لا يعد نقدا لأنه يعني لا يقاوم به مثلا الجنيه في بعض الأحيان، فيجوز أن يباع أو أن أبيع أشتري ذهبا من شخص وأجل السنة، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا، ليس بصحيح. نعم، بناء ليس تجاوز الربا أيضا. الآخر يقول أنه كان صهيوني وعيش في إسرائيل ومع ذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كان صهيوني أو ما زال صهيوني، الله يهدينا وإياك للذي يرضيه عنا جميعا يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل الشيخ. الله يبارك فيك، تفضل. يبارك فيك، الله يكرمك. ولو شيخنا بعدينك سؤال، ولو شيخنا كان في رسالة بس كان حصل خلاف بيني وبين الإخوة، وانا اتحدى الرسالة لفادحة اتحدى تقرأ الرسالة وما ترسلها، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات وارسلها لعشرة اشخاص خلال ساعة سيكون مليون صلاة على كل هذا الكلام مكرر وليس له اي مستند. كل هذا الكلام مكرر وليس له اي مستند. هذا نكثر من الصلاة على النبي وانت الامر. طيب،
انت بتقول يعني سياتيك فرج بعد مده كذا وبعد اذا صليت. لا 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 يا سيدنا، بقول لك ما هو بيقول لحضرتك الرساله مفادها اتحداك تقرا الرساله لما ترسلها، صلى على النبي 10 مرات وارسلها ل 10 اشخاص خلال ساعه تقرا على النبي في ميزان. بس انا اقول لك شيء، خير الهدي هدي محمد واصحاب محمد هم اعلم الناس بسنه محمد صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لم يرد فنعرض عنه. السلام عليكم. يقول يا محمد مش فاهم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مع حضرتك يا شيخنا، شفاك الله وعافاك. وإياكم يا رب. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، بالنسبة للشركات اللي هي متخصصة في تقسيط السيارات. والله يا زكي هي تمتلك السلع وتحولك لبنك. هو مثلا انا لما جيت اشتري قال لي ان في معارض كذا كذا هو بيتعامل معاه، فانا رحت لقيت السياره موجوده عند معرض منهم، فهو حضر مع المعرض وخد الفاتوره ببيع السياره، وبعد كده عمل لي تحويل بالبيع ليا ومع حظر الملكيه اللي صالحه وزياده طبعا في السعر. وزياده في السعر طبعا حسب المده اللي هي اللي يعني كل سنه بيزيد المبلغ برقم معين. انصحك بالبعد عن هذا. انا لو كنت اشتريت الحل ان انا ابيع العربيه بقى تاني واسدد له المبلغ ولا كم؟ عفى الله عما سلف. سؤال، من يا عبد الرحمن؟ اسمه محمد. ماذا يقول يعني؟ ايه السلام عليكم. وعليكم السلام. ونحن ندعوك يا أتتات أن تسلم. أسلم تسلم، بدلا من أن تخلد في جهنم أسلم تسلم، هذا حقك علينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، أنا حلمت بالرسول 4 مرات، وحلمت بسيدنا نوح، وحلمت بسيدنا رؤية الصالحين في المنام شيء طيب. السلام عليكم. نعم. الاخر وكانه علام الغيوب، الله المستعان. هذه دعواك، لست برب ولا اله، انصحك بان تسلم لله ولا ستخلد في جهنم والعياذ بالله، ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وإياكم. بعد إذنك يا شيخ، هو زي كرة الذهب لازم تطلع ذهب ولا ممكن أطلعها فلوس؟ ممكن تطلعها فلوس. ممكن أطلعها فلوس. طيب أستأذن حضرتك، لو مثلا ممكن مثلا الزكاة طلعت مثلا 2000 جنيه، ممكن مثلا أطلعها كل شهر حاجة لحد ما أوصل آخر السنة ال 2000 جنيه المبلغ المطلوب يعني؟ ممكن. زوجة اسمها مليكة من أزواج النبي؟ في أزواج النبي. لا 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 لا. الذي يقول أنا أمزح وأنه مسلم، الله يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. احذفوا هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله عافاك يا شيخنا. وإياك تفضل. الله يعزك. عندي مصنع منظفات
قائم على المساهمين. بعض المساهمين طالبين فلوسهم والمكان اللي مقام عليه المشروع شركة، وبعض الشركة طالبين فلوسهم. طيب والمصنع فيه عمال كتير، يعني لو اتقفل المصنع دي في ناس كتير هتقعد من غير شغل، فهل يجوز اخذ تمويل من البنك؟ لا، خل بدخل شريكا معك اخر اذا كان المشروع هو مربح. تمويل نظامه ايه؟ ما التمويل بالربا. تطلب مني الموردين ان انا اجيب له ناس موردين، الناس اللي بتجيب له البضاعه. يا حبيبي الان انت الان ستقترض بالربا، الاقتراض بالربا، لا اقترض بالربا من اجل غيري، لا اقترض بالربا من اجل غيري، وانا انصحك ان تدخل شركاء معك من الصالحين اذا كان الموضوع مجزئا، افضل من ان تقترض من البنك. السلام عليكم. ان شاء الله يحدث. نعم، وشفاكم الله أختي مجلان، حسبنا الله ونعم الوكيل. بارك الله فيك يا أحمد بن علي حميد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك يا شيخنا بس عن أثر عروة بن الزبير أنه قطعت رجله في الصلاة، هل هذا أثر صحيح؟ لا لم يثبت أنه قطعت رجله وهو يصلي، لم يثبت ذلك، ولكن قطعت رجله، معروف أنه قطعت رجله، من أجل ذلك لقب بالصابر المحتسب. فلما قطعت رجله قال: اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ودخل الناس عليه أرسالا يعزونه، فقال: لما كثر المعزون إن كنتم جئتم تعزوني عن رجلي فقد احتسبتها عند الله. قال له قائل: أنا لم أتي لتعزيتك عن رجلك، إنما أتيت لتعزيتك في ولدك. قال: ما الذي أصاب ولدي؟ قال: سقط من على جدار الآن فوقصته الدابة فمات. قال: اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا الآية: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بارك الله فيك. ما حكم جمع الصداقة لولي صالح؟ ما معنى الولي الصالح؟ كيف تقول أن التجويد مستحب؟ طب ماذا تريد أن أقول؟ يعني الرجل الفلاح إذا جاء يقرأ القرآن يأثم، ستؤثمه أنت؟ رجل فلاح أو رجل عامل ما درس التجويد يأثم إذا قرأ عندك؟ أنت تحتج للأسف بقول بشر، احتجون بقول القائل: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن أثمه. ليس بكلام الله ولا كلام رسوله. نعم أننا نحسن أصواتنا بالقرآن وهذا شيء مستحب، زينوا القرآن بأصواتكم، لكن تأثيم من لم يجود أنت نفسك ستأثم. الهمس والصفير وكل ذلك جلكم يخطئ بعضكم بعضا فيه. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. أيوة شيخ. نعم يا أختي. بعد إذن حضرتك، يعني إزاي إن إحنا إيه ما يبقاش لينا دعوة يعني بخصوصيات حد، سواء في التليفون أو خلاف التليفون يعني. مش فاهم كلامك يعني. يعني مثلا لو زوج وزوجه، يعني ازاي الزوجه ما يبقاش ليها دعوه بخصوصيات زوجها، في مثلا ممكن واحده تتصل تحكي له مشكله خاصه وهو بيساعدها في حل المشكله دي، يعني دي حاجات جائزه انها ممكن تحصل. يعني دلوقتي اذا واحده طيبه دينه وقع في مشكله واتصلت تسال واستأمنتنا على سرها، هل يجوز للزوجة
أن تطلع على سرها أو لا يجوز من وجهة نظرك؟ يعني أبقى أنك لك سر مخصوص واتصلت بشخص طيب دين تحكين له المشكلة تسترشدي به، تسترشدي برأيه، تسترشدي برأيه، هل هذا إثم؟ لا بس يعني هو يعني ما يلزم أن الزوجة تطلع على كل الزوجة. يعني إذا جاءتك امرأة أنت في الوجه المقابل، جاءتك امرأة تحكي لك مشكلة وتقول أرجوك لا تخبري أحدا، هل يجوز لزوجك أن يقول لازم تخبريني؟ ما ليس له حق في هذا. طب يا شيخ من حضرتك هو عادي يعني لو هي مثلا قررت معاه مشاكل وهم الاثنين محترمين يعني وكويسين وتتصل عليه تاني وتقول له على مشكلة تانية إذا كنت ترين فيها تلاعب؟ لا لا هو ما فيهاش أي تلاعب، بس أنا بسأل من وجهة حتى لو بصفة عامة يعني مش لا. شفت الحالة دي بس يعني بصفة عامة عموما يعني إذا كانت في مصلحة يعني كده اختلط ولا شيء عادي؟ لا اختلطي اختلطي انت اللي غيور غير شديده فقط. السلام عليكم. واحد بات يقول لي نتناقش اننا بننال من الشيخ ناصر، لا الحمد لله الشيخ ناصر عالم من علماء المسلمين، له ما لعلماء المسلمين وعليه ما لعلماء المسلمين، لا ندعي له العصمه ولا ننال منه ابدا، بل نعطيه حقه انه عالم من علماء المسلمين، يصيب ويخطئ ويجل ويعلم كأي عالم من علماء المسلمين. وقد قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر. أما ننال منه أبدا، لا ننال منه أبدا، رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه، وجزاه الله عنا والمسلمين كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم حبيبي. ليش بس أصبحت عندي سؤال؟ اتفضل. قال الله عز وجل في سورة النساء وعدد السفهاء أموالكم، هل المقصود به النساء يعني واحد بيعطي مراته مثلا مرتب كل شهر؟ أي سفيه، أي سفيه كان لا تعطيه أموالك، قد تكون السفيهة المرأة مثلا امرأتك مثلا تعطيها 1000 جنيه تذهب تشتري بهم نعلا وجوعت البيت، إذا كانت زوجتك على بهذه الطريقة من الحماقة لا تعطيها، إن كانت أعقل منك أعطيها المال، ليست سفيهة. لا يعني هي مش أعقل بس يعني هي يعني نص ونص يعني مش يعني هي تدبر أمر البيت مثلا. تمام تمام. تدبر إذا كانت عاقلة لا بأس. لا تسمى سفيهة لأن الله ما قال النساء السفهاء والصبيان، قال بعض المفسرين ذلك وهذا القول أغلبي 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 يعني في الغالب أن النساء لا يحسن التصرف في الفلوس. زوجة يعطيها 1000 جنيه تذهب تشتري كيلو جمبري وسبت الناس جعانة أولادها جعانين طول الشهر. الله يسلمك وإياك. بارك الله فيك يا دكتور عمرو، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الصحابي الذي ارتد الشيخ مصطفى ثم حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تاب. تعرف واحد كده؟ تعرف صحابي كده وسؤال افتراضي؟ سيدنا عبد الله بن ابي الصرح. لا لا لا، ما الحديث الذي حدث به؟ سؤال افتراضي. لا سؤال افتراضي ليس له معنى، ما حصلش. السلام عليكم. مرحبا الشيخ وليد، الله يكرمك. نرجو الله الثواب يا أم يحيى حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سألتك يا شيخ مصطفى أنا عايز أسأل أمينة، لو المصروف بتاع البيت فاض منه وأنا شلته من غير ما أخبر زوجي، شلت لنفسك ولا لمصلحة البيت؟ لا لمصلحة البيت. ما ده بأس. مثلا حوشت واشتريت ذهب وشلت رحت مثلا لجهاز بياضي. لا مصلحة. حد فيهم يمرض لما يتبرد. خصوصا ان انا ذكر يعني مش موظف مش في بس انا ما اعرفش لما بتقلي بقول له ما تشوفش معايا. لا ما تكذبي، لا تكذبي، لا تكذبي، الكذب ما نحبوش، لكن اذا كان لمصلحه البيت لا باس، لكن لا تكذبي. السلام عليكم. مرحبا بك يا شيخ احمد بن عايد، هل انت احمد بن عايد مساكن صقر قريش او غيرك؟
السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ محمود. تفضل الله يستر علينا وعليك. بعد رفع حضرتك يا شيخنا، انا شغال في عهد الدول العربيه. شغال فين؟ اعمل في عهد الدول العربيه. تعمل في بعض الدول العربيه وبعد ذلك؟ في عهد الدول العربيه. فارسلت مبلغ مع صاحب لي. اي ارسلت مبلغ مع صاحب لك وبعد؟ ايوه بعدين هو عندي مبلغ ضاع منه في الطريق. الطريق لمصر. المبلغ ضاع منه، وهل هو يجب عليه رده؟ طبعا يجب عليه رده. طب لانه ممكن يدعي ذلك. الا اذا كنت انت تستأمنه، هو تعرف انه ثقه وصادق ولم يفرط. المسألة اختلفت شوي. السلام عليكم. لو اعطي الناس بدعواهم لذهب قوم بدماء قوم واموالهم. ولكن بين الودع ولم يعود. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. مثل حضرتك في الصلاه الجهريه يا شيخ مصطفى، الامام معظم العلماء بيقرا الفاتحه ويبدا في السوره الثانيه على طول في الصلاه الجهريه. فالواحد بيبقى مشتت بقراءة الفاتحه الى صوت الامام. بعد ما بيقرا الفاتحه ببدا اقرا الفاتحه على طول، فببقى مشتت بقراءة الفاتحه وبين صوت الامام يا شيخ مصطفى. يرى جمهور العلماء أنك تنصت لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني ما قرأش الفاتحة خلص كده بعدين أقول لنا شيخ مصطفى؟ إذا لم يترك لك الإمام وقتا استمع. جزاك الله كل خير يا شيخ مصطفى. وإياك وإياك. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يا خالد الذي تذكره. تفضل. نعم. عافاكم الله وشفاكم. وإياك والمسلمين يا رب. تفضل. جزاك الله خير. طلب مني شيخنا بعض الناس أن نقلد في الصلاة يعني على فرنسا والمسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. يجوز؟ إن قنت لا بأس وإن سكت لا بأس. إذا كانت تحصل فتنة في المسجد اسكت. لن تحصل فتنة في المسجد اقنت. جائز. كل جائز. أصل الدعاء في مثل هذه المسألة نازلة يعني ممكن نقلد فيها ولا؟ لا الامر لا استطيع ان اقول انها نازله. لان طول عمر الكفار يطعنوا في النبي محمد عليه الصلاه والسلام. الله المستعان. جزاكم الله خير. يا مرحبا دكتور عبد المحسن. اهلا وسهلا. ربنا يعافيك يا شيخنا وربنا يعطيك الصحه والعافيه. ولك بمثل. وفقك الله. بارك الله فيك يا محمد ابن مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبك في الله أولا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك شيخ مصطفى. أريد أن أسألك على حكم ما يسمى عندكم بالمطرية الجمعية. لا بأس بها. هذا نوع. جزاك الله خير. وياك وياك. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. حفظك الله يا شيخ عمرو. أخت آلاء أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك. وفيك بارك الله. شيخنا شخص استأجر من بائع ذهبا حتى يكمل يعني زوجته، ثم بعد الزواج مثلا بشهر يرد إليه الذهب، يعني هو أعطاه المصنعي وبعد شهر سيرد إليه الذهب، هل هذه المعاملة جائزة؟ أنا مش فاهم كلامك، لم أفهم. هل اشترى ذهبا بالأجل؟ عفوا، شخص يريد الزواج. ايوه الحمد لله. وبعد؟ استأجر من بائع ذهب. يعني انت تسأل عن استئجار الذهب. نعم. لا يجوز استئجار الذهب. ذهب نعم. فلوس. ولا يجوز استئجار الفلوس. نعم. السلام عليكم. الاخ احمد بن عايد يستدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. الحديث ثابت صحيح،
لكن هذا نزله جمهور العلماء على المنفرد أو الإمام، على المنفرد أو الإمام، وبالله تعالى التوفيق. أما المأموم فقد جاء أبو بكرة والنبي راكعا ولم يقرأ الفاتحة، دخل في الصف فقال النبي زادك الله حسنة ولا تعود. أي بهذا القدر أجتزي سيلا لله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدك شيخ بس سؤال بس الصورة سمح. تفضل. الشيخ محمد حسن الدوشن كيوتي. أيوه. قال له هو يعني فهم الحديث ثقة؟ لا أعرف عنه شيئا. جزاك الله خير، بارك الله فيك. السلام عليكم.